يا 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 دقيقة 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 يا شيخ. العن بليس يا الوقفة وش في أمه؟ عشان ما نجيب العيد. وين رايح يا شيخ؟ خاوين الطار يا شيخ؟ أبد كله موجود ها؟ عندك إشارة يسار؟ والله راح التريلر. هلا الشرطة كمان هلا شوف واقف على الخط ها؟ صباح الخير يا باجة طيبين؟ كمان هلا ودي كان نزل الدريشة عرفت أقول له بارك كذا نزل لأم الدريشة سولف معاه كمان هلا طيبين يا شيخ؟ أو شيء شارة فتحت يلا يلا بسم الله عط عط الدزة عط الدزة الله خلي الشباك مفتوح كذا الجو حلو أصلا عشان أسمع صوت الباص كذا بدل ما هو مكتوم عرف الله صوت الباص سيء والله ما أدري صوت في اللعبة ذي سيء ما عجبتني أوكي ما تحس بعدين إيش الشارتين اللاصقين في بعض هذول نمزح نسوق أمه نوقف هنا يلا يلا فكت الإشارة دي إذا وقفنا في إشارة ثانية ذكروني أطفي الإضاءة لأنه توقع خلاص الوقت حين الصبح مرة ما بتمر ما قلت حياة ما في أوكي أنا بعد بروح يسار زي الرجال الطيب ذا يا خلنا نسوي شيئين طفي الأنوار وقفل الدريشة لأن صوت الباص سيء خلنا نوقف هنا اوكي طفي الانوار تمام قفل الدريشة نزل هذا شويتين كذا ما يضر عرفت حركات الكشخة ذي يمديك تطفي طبعا تراكشن كنترول عشان تفحط ما ادري ايش في باص يمديك تطفي التراكشن كنترول يعني ايش 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 الهدف انك تطفي التراكشن كنترول في بص ومن يلا بتفك اشارتنا يلا فكت اشارتنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ابويا هذا اللي قطع الاشاره اعوذ بالله الناس ما تستحي زي ابد الساعه 6:30 باقي لنا 100 كيلو على دسلدورف وهذا ترى بدايه الخط عرفت يعني احنا الخط حقنا اتوقع 250 كيلو حاجه زي كذا يعني عندنا خط اوكي زبده السرعه 100 تو كنت ماشي مليون كذا والسرعه كان مفروض انه مثبت على 50 ما علينا ثبت الحين على 100 ثبت ولا بننزل والله شكلها بننزل يا شيخ وين 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 يمين يمين ايوه يمين يمين يا 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 دقيقه 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 يا شيخ صباح الخير يا الربع معليش معليش شو بس لا اوكي يبان نخش يمين طيب بعدين ناخذ اللفه هذه ونروح كذا طيب بنضطر نريوس اوي ايش بامك لصق في اهل اهلي شوف الحيوان هذا الحين كيف اخش والله شكلها لازم نكسر كذا يب زي كذا سمها ونمشي لا يا اخي ما استوعبت نظام الجسر ذا عرفت شفته على الماب يقول لي خش يمين واللوحه مكتوب يخش يمين بس قلت انا اذا بخش يمين بنزل الحين لكن طلع انه يمديك تخش يمين بعدين لا تبغى تنزل انزل ما تبغى تنزل خليك شوف هنا تروح فرانكفورت احنا ما نبي نروح فرانكفورت نبي نروح دسلدورف عشان كذا نصبر فرض الحين نزلتنا او هذه اللي بعدها او مايكم يا رب معليش هالحادثه اللي صار عاد يعني سلك الوضع ام جي واحد قال لي ساندي درايفر سبه ذي ولا ايش يعني سواق يوم الاحد يعني ايش سبه ذي ما ايش اللي يسوق يوم الاحد يسب ولا ايش ماني فاهم اوكي كولون دسلدورف احنا بنروح دسلدورف تونا راجعين من كولون عرفت ندقها يسار يا ابوي نمسك الخط يا شيخ دقيقه 70
انا بشرطي اللي قدامنا ذا نسبق، عرفت؟ معليش يا الربع هنسقط عليكم، معليش. ها البليس يا الوقفة، وش في امه؟ والله امشي على الكتف لين ايوه كذا، اعطيني مجال يا اخي. وفجأة كذا كلهم تعرف وقفوا، صق امه تقول لك انها حياة واقعية من جد، تعرف اللي كلهم كذا فجأة نوب ستوب. يا اخوي وش مدينة امكم، خط امكم اللي كله مخارج ذا، ترفع طلعنا من مخرج دخلنا في مخرج. اح انا بنمسك خط سيدة كذا نفك السرعة، ما عليه مخرج امهم اصلا رايق، عرفت؟ تحس تمشي فيه 80 يقول لك عادي فل امه، يلا يا ابوي نمشي 80 نمشي 80 ليش لا، انا حتى بروح يسارك يا اطنخ شيء. هيا شوف لو واحد يوقف قدامي، لا 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 تسوق امه يا راعي السيارة الزرقاء، تسوق امه. هيا امشي يا شيخ امشي، ايوه كذا شد، ما نبغى قلة حياة ذي تملك على اهلي. عموما الحين فكان السرعة مية يا ابوي، يلا بسم الله. يقولون في حفريات قدام، يا الله لما نقول كذا دعس وانبسطنا يقولون في حفريات، الله يستر ان شاء الله ما في حفريات ان شاء الله يا رب، ربك ييسر ان شاء الله. اوكي اوكي اوكي، ايش هذا ايش هذا ايش هذا؟ سقون امه سقون امه، لازم اخش يمين الحين يا راعي التريلا، انقلع. احول والله لا اسقط عليك انت بعد. يقولون هدي السرعة وات والله اللعبة ذي ما ادري ايش وضع. عموما يقولون هدي السرعة 80، ايش فيه ايش فيه ايش اللي صاير؟ ماني شايف شيء صاير الا الان، المفروض اني ما امسك لي الاقصى اليسار كذا صح؟ خليني في النص ما يضر، ناس سريعين اصلا اوريدي. اوكي ما كان في شيء، ما ادري ايش مشكلتهم، بس اخيرا مسكنا خط صراحة، فانا منشكح انه مسكنا خط. اوكي اوكي ايش قاعد يصير؟ ها؟ تبديل مسارات؟ اوكي انا بخش يمين، تدرون شيء اللي في اليمين؟ نخش يمين، يلا بسم الله. سيدة؟ يلا كمل سيدة. فجأة كذا الطريق يصير فيه شيء، عرفت؟ بس حركات والله. اوكي انا ما بلصق في الرجال قدامي ذا، لانه الرجال اللي يساري هذا يستهبل، فخلني انا بسقط يسار واسبق الرجال. اوكي وصلنا دسلدورف اتوقع، لان تشوفون خلاص على الماب هذه دسلدورف جنبنا، ف ابد دسلدورف دسلدورف. كلام عاد عشان ما نجيب العيد. أوه والله جبت العيد، والله جبت العيد والله وبقوة. لا كويس إنه الباص ما انقلب يا ابوي، طلعنا فوق السور بس. يلا دحدير عاد في الأمها، لا 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 يسار يسار، يبين نروح يسار. هدي 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 يا ابو حميد، هدي هدي. والله بيكون علينا خصومات عالية يا عيال بسبب التكسير اللي سويناه. بلاش بلاش والله سبوني، ما يمديك تسوق سيدة والله والله ما الومهم صح ولا لا؟ انا اللي فال امه قاعد اروح يسار يمين وحركات مش كويسة. من دسلدورف والله غير الصقت في الرجال. طيب اتوقع ننزل ناس في دسلدورف وبعدين نكمل طريقنا، ننزل ونركب ناس. اوكي انا مشوت صح؟ ايه انا مره مشوت. اوكي اي والله اي والله اي والله والله انه في ساهر يا عيال، وانا بعد مشوت ماشي 80 في نص المدينه. يلا 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 اصلا عادي، اصبر 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 اصبر، انا ابي اخش يسار هنا. اوكي ما عليه. يلا السلام عليكم يا الربع، معليش حركات ال معليش الحين نبي نخش يسار بس ما اوقف الاشاره اللي ما لها داعي هذه، بعدين اوقف هنا بس.
الله قهرني طلع في ساهر وانا بعد جايب العيد عرفت فالامه يا اخوي طريقي مساري مساري تسوق امه لما يكون في معين معناه انه مسارك عرفت يعني هم يوقفون الرجال خش كذا بدون ما يطالع حتى الله قلت حي كي الطريق وين طريق وين طريق وين طريق وين والله بمشي سيد عاد اتوقع اي سيد 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 كويس طب يا عيال تمسكوا ها دق اشارة يلا بسم الله ايوه كويس في ناس يبون اوه ثلاثة بس 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 يلا 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 يا الربع اوه صح نسيت انزل الباص خلنا ننزل الباص اساس يعني حركات كويسة ايوه لفت داون سوينا لفت داون كويس بس ما اكون الغيتها ولا شيء عموما السلام عليكم يا الربع خلنا نفك لهم البتاع اي بيحطون شناطهم اغراضهم شيء نفك هنا بعد اوكي انا عجبني انه هل انا ميلت الباص من اي اتجاه ما علينا الباص ما يميل الا من اتجاه واحد بس ليش كذا شكله عشان فوق الرصيف عموما السلام عليكم ايش تبين اماره اماره معانا ماشي اللي بعده هنا قليل اللي بيقولون عرفت نيو نيو تعال حياك الله وانت بتروح انت جينكي جينكي معانا تمام الثاني لا نقفل اغراض تمام بوم يلا يلا يا جماعة الخير رجع هذا زي ما كان الباص بوم تمام و فك الجلط عطى بسم الله يلا يلا كمل على المدينة اللي بعدها